الحول عند الأطفال والعلاج بالليزر. حكيم عيون. حكيم عيون يأتيكم يوميا العاشرة إلا عشر مساء للتواصل 🎵 السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حكيم عيون، حيث تكون الحكمة أولا. في حكيم عيون الجزء الخامس بنقدم لحضراتكم أحدث ما توصل إليه طب وجراحات العيون في إصلاح عيوب الإبصار بالليزك عالي الدقة، عمليات المياه البيضاء بالموجات الصوتية، عمليات زرع القرنية، علاج القرنية المخروطية بالأشعة فوق البنفسجية، عمليات الشبكية والجسم الزجاجي، الحول في الأطفال والكبار، عمليات تجميل العيون والجفون. كل هذا وأكثر في حكيم عيون، فابقوا معنا. مركز الدكتور عصام حسن لجراحات العيون والليزك، مركز متخصص في طب وجراحة العيون والعدسات اللاصقة وجراحات إصلاح عيوب الإبصار، أحدث أجهزة لتشخيص وعلاج أمراض العيون، قياس النظر بالكمبيوتر للحصول على أدق رؤية، فحص قاع العين وعمل مسح شامل بالشبكية والعصب البصري ومركز الإبصار، إصلاح عيوب الإبصار بأحدث تقنيات الليزك عالي الدقة والذي يعمل ببصمة العين بدون ألم وفي دقائق، عمليات المياه البيضاء بالموجات الصوتية بدون غرز جراحية بمخدر سطحي أو موضعي والخروج في نفس اليوم، عمليات زرع العدسات لعلاج ضعف الإبصار الشديد بالموجات الصوتية، علاج القرنية المخروطية بالليزر والأشعة فوق البنفسجية، عمليات زرع القرنية بدقة عالية، علاج الحول في الأطفال والكبار، عمليات تجميل العيون والجفون وتركيب العيون الصناعية الثابتة والمتحركة، عمليات الشبكية والجسم الزجاجي ومضاعفات أمراض السكر. النهاردة هنكلم حضراتكم عن موضوع مجمع لأمراض الأطفال، وهنخص في الآخر موضوع مهم جدا وهو الحول. يمكن اتكلمنا أن الأطفال ممكن يولدوا بأمراض خلقية، سواء إذا كان نقص في التكوين أو خلل في الوظيفة أو جزء فيه مشكلة. من ضمن الأمراض اللي اتكلمنا عليها هو المياه البيضاء الخلقية، وقلنا أن الطفل ممكن يولد نتيجة مشكلة حدثت له أثناء ما كانت أمه حامل فيه، وبالذات لو كانت أصيبت بحاجة اسمها الحصبة الألمانية أو أي نوع من الحمى أو كانت بتاخد أي نوع من الأدوية، بيجيله عتامة في عدسة العين بتخليه إلى حد كبير مش شايف كويس لو اتثابت لفترة طويلة. وعشان كده بدأوا كل الآباء والأمهات إلى فحص الطفل بصورة جيدة عند دكتور عيون، وبالذات إذا كان الأم مرت بحمل صعب أو الطفل ده اتوضع في حضانة نتيجة أنه اتولد مبتسر، يعني وهو لسه ما كملش 9 شهور أو كان وزنه قليل خالص. من ضمن الأمراض اللي لازم نتكلم عليها المياه البيضاء، المياه الزرقاء أو الجلوكوما الخلقية، وممكن كمان يكون الطفل دوت نتيجة وضعه في الحضانة وان هو ياخد اكسجين اكتر من اللازم وهو لسه ما اكتملش النمو، بيحصل له نوع من الالتهابات الشبكية اللي ممكن لا قدر الله لو ما تشخصتش او ما تعالجتش بدري تؤدي الى ضعف جامد جدا في البصر. من ضمن الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها جدا ان الطفل يولد وعنده حدقة العين لونها ابيض، يمكن اتكلمنا ان هي ممكن تكون علامة بسيطة زي المياه البيضاء، رغم صعوبة المياه البيضاء اللي احنا قلنا ممكن تعمل كسل في العين، الا ان في علامة ممكن تكون اصعب واخطر بكتير، وهي حاجة اسمها الريتينوبلاستوما او لا قدر الله سرطان العين او ورم خبيث ممكن يصاب به الطفل وهو لسه مولود. فحدقة العين من ضمن العلامات السيئة جدا فيها ان احنا نشوف فيها نقطة بيضاء، لانها ممكن تكون مشكلة بسيطة جدا ممكن زي المياه البيضاء او التهاب الشبكية او نتيجة وجود جزء من الجسم الزجاجي لسه زي اللي موجود كان في الجنين، او انها تكون مشكلة كبيرة جدا زي مرض اسمه الريتينوبلاستوما. يعني انتوا زي ما انتوا شايفين تشخيص المرض بدري جدا ممكن يحمي حياة الطفل مش عينه بس. الحاجة التانية ان احنا اتكلمنا عن عملية المياه البيضاء في الاطفال الصغيرين، وقلنا ان احنا ممكن نكتفي بازالة المية البيضاء لو كانت عاملة عتامة جامدة جدا، ونأجل زرع العدسة لحد ما الطفل يكون عنده اكتر من 3 سنوات، لان ممكن لو زرعناها بدري بيحصل مضاعفات، ممكن يحصل التصاق في العدسة او حاجة اسمها التهاب القزحي، ده بيقل خالص لما بيتقدم العمر بينا مع الطفل عن سن 3 او 4 سنوات.
المياه الزرقاء قلنا للأسف المياه الزرقاء الخلقية أو الجلوكوما الخلقية ملهاش في الطفل غير حل واحد وهو التدخل الجراحي، وده ما ينفعش خالص إن احنا نستبدله بأي حاجة زي العمليات في الكبار. الكبار ممكن يا إما ياخدوا دواء يا إما نعمل ليزر يا إما إن احنا نعمله جراحة، في الأطفال لا، هو جراحة لازم من الأول خالص. الحاجة الثالثة موضوع الحول، وده موضوع مهم جدا، يعني بعض الأمهات بتيجي قلقانة منه خالص، إن الطفل ممكن يكون عينه بدأ رغم إن هو اتولد سليم ممكن العين تبدأ إنها تحول، فتيجي الأم تقولك إيه ده الطفل كان مولود سليم وبدأ إنه يحول. الحول ده ممكن يجي مبكر جدا، يعني وهو لسه الطفل مولود، أو في الغالبية ممكن يظهر بعد سن 6 شهور، واللي بعد سن 6 شهور دوت بيكون حول إلى حد كبير أنسي يعني داخلي، أو بيكون اتجاه العين للأنف، والحول ده بتكون درجته كبيره وبيكون معاه ضعف النظر قليل خالص، وده بيحتاج تدخل جراحي عاجل عشان ما تتكونش العين واحده سليمه وواحده فيها حول فيحصل فيها حاجه اسمها الكسل الوظيفي اللي احنا خوفنا الامهات منه قبل كده، وقلنا انه ممكن للاسف لو ما تمش علاجه بدري ممكن يفضل الطفل بعد كده طول العمر مش شايف بالعين دي مهما حاولنا ان احنا نعالجها له. ممكن بعد كده الطفل نتيجة ضعف في الإبصار، اتكلمنا بالذات ان طول النظر من اشهر الاسباب اللي ممكن تعمل حول، لو بالذات لو كانت عين اطول من العين او اكثر ضعفا من العين التانية، الطفل دوت ما بيظهرش عليه ضعف الإبصار، ما بيجيش يقول انا مش شايف، لكن ممكن تبدأ العين تحول، فالام بتتجه لدكتور العيون فبيقول لها ان هو كل مشكلته بسيطة محتاج يلبس نظارة، ونخلي الام تبقى قويه الملاحظه بتيجي تكتب لنا في خلال شهر او شهرين من لبس الطفل للنظاره ملاحظتها، هل العين اتعدلت؟ يبقى الحمد لله المشكله كانت بسيطه، مجرد ضعف في النظر، عامل ضعف في عضله من العضلات، وبالتالي مش هيحتاج اي نوع من التدخلات الجراحيه، او لو كان لسه في ضعف في العضله بتاعه العين فللاسف بيبقى لابس النظاره وعنده كمان لسه في سنه حول، في الحاله دي بنحتاج تدخل جراحي بنعدل بيه العضله اللي كانت فيها مشكله، سواء بان احنا نقويها او نضعفها شويه، وبيلبس برضو الطفل نظاره، يعني احنا ما نقلقش ان اذا كان حل الحول في النظاره فبيبقى الحل هو النظاره بس، اما اذا كان الحل جراحي فغالبا لو في ضعف في النظر بيلبس نظاره مع العمليه الجراحيه. الحاجة الثالثة ان ممكن لا قدر الله ممكن يجي عصب من الاعصاب المشهورة للعين، العصب الثالث او العصب السابع، العصب السادس او العصب الثالث او العصب الرابع، يحصل فيهم مشكلة، ده الى حد كبير نادر شوية في الاطفال لكن وارد الحدوث، هو بيحصل اكتر مع تقدم العمر وبالذات في المرضى اللي عندهم مرضى السكر والضغط وتصلب الشرايين، ممكن فجأة المريض ده اللي عاش طول عمره ما كانش عنده اي مشكلة يجي يقولك انا شايف كل حاجة اتنين، حصل له ازدواجية في الرؤية، ودي من ضمن العلامات المهمة جدا في طب وجراحة العيون، احنا بنعمل فحص لعين الشخص اللي جه اشتكى من ازدواجية الرؤية دوت، وبنطمن ان قاع العين سليم ومفيش فيه اي مشكلة، ونشوف انهي نوع من الاعصاب او انهي نوع من العضلات اللي حصل فيه تلف، وبنبعته بتقرير لدكتور المخ والاعصاب، ودكتور المخ والاعصاب مشكورا بيعمل له اشعة رنين او اشعة مقطعية، في الغالب معظم الناس بيكون عندهم الموضوع نتيجة ارتفاع في ضغط الدم او السكر، لكن بعض الناس بيكون حصل عندهم مشاكل في الشرايين البسيطة، او لا قدر الله ممكن تكون علامة خطيرة جدا لمشكلة كبيرة موجودة بيحددها دكتور المخ والاعصاب وبيبدأ العلاج على اساسها. يبقى هنختصر الموضوع، عيون الاطفال لازم تتفحص بعناية فائقة من اول يوم من العمر، اي ام مرت بحمل صعب او كان عندها مرض لازم ابنها يتولد، اي طفل اتحط في حضانة وخد اكسجين لازم يتفحص قاع العين، اي طفل عنده حدقة العين فيها نقطة بيضة لازم يتشاف كويس جدا ويتعمله الاشعات المطلوبة لحد ما نطمن ان دي مش من ضمن الحاجات الخطيرة المؤثرة على عينه. الحاجة التانية الطفل اللي بيجي عينه فيها حول لازم نعمل له قياس نظر، وقياس النظر ده بيتم تحت تأثير قطرة اسمها الاتروبين او السايكلو، ولو كان الطفل ده سنه صغير جدا ممكن نعمله الفحص ده تحت مخدر عام لحد ما نطمن تماما ان ده ضعف في الابصار مش ضعف في العضلات، وبنلبس الطفل نظارة لمدة شهر او شهرين، وبناء على استجابة العين لو كانت حسن بلبس النظارة يبقى ما بيحتاجش اي نوع من التدخلات الجراحية، لكن لو كان لسه في حول بنعمل عملية بناء على العضلة اللي كانت فيها الحول سواء بان احنا نضعفها او نقويها، وبيصبح العين معدولة وبيلبس الطفل النظارة. ازدواجية الرؤية اللي بتحصل او الحول اللي بيحصل مع تقدم العمر او في كبار السن في الغالب بيكون وراء احد الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها، ان يكون في مشكلة في الشرايين او الاوردة نتيجة ارتفاع ضغط الدم او السكر او تليف الخلايا اللي موجودة في المخ لا قدر الله، ساعات بيكون في مشكلة اكبر زي الجلطة او نزيف المخ، وساعات بيكون لا قدر الله دي احد العلامات الخطيرة. طيب من ضمن الحاجات المشهورة جدا ان طفل ممكن يجي
كويس جدا وما كانش عنده ضعف في العضلات وشايف كويس، وفجأة اشتكى انه عينه حولت، وانتوا لاحظتوا ان العين حولت وبدأ يشتكي من ألم في الرقبة. دي علامة من العلامات الخطيرة جدا، لان ده ممكن لا قدر الله يكون عنده حاجة اسمها التهاب سحائي او التهاب في اغشية المخ، ومن ضمن الحاجات اللي بتأثر على حياة الطفل. دي باختصار شديد الامراض اللي ممكن تصيب الاطفال، وازاي ان احنا ببساطه نقدر نشخصها ونعالجها ان شاء الله. ارجو لكم السلامه ولاطفالكم جميعا ان شاء الله، واشوفكم بكره في نفس الموعد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.